انت حليتهم، انا اعمل لهم كوريكشن بقى كده وتعمل معايا صح صح او غلط. تمام، طبعا هيبقى تمام. دي باي اوفر دي اكس ايكوال، الكوزاين هتبقى ايه؟ نيجاتيف ساين، وهنزل الفانكشن بتاعتي زي ما هي. تمام، ارجع بقى او هنزل الانجل بتاعتي زي ما هي، ارجع اعمل ديريفيتيف. خد بالك بقى، انت ما عملتهاش في براكت كده، لازم احطها في براكت عشان تعرف ان عليها ايه، النيجاتيف دي عليها كلها. تمام، تمام. لانك لو ما حطيتهاش في براكت، انت لو جيت تعمل دي ديريفيتيف فعلا زي ما انت عامل 12 اكس بار 2، ولكن هيتفهم ان النيجاتيف بتاع 12 بس، مش بتاع اللي جنبها، لا ده النيجاتيف دي داخله على ده كله، ايوه فالنيجاتيف هتبقى نيجاتيف 2. انت معلش معايا؟ ايوه تمام. حبيت انت تزود ستيب، او ممكن تكون جالك في الاختيارات او في الاوبشنز بتاعتك يدخل هو النيجاتيف يعملها تايمز ده وده. خد بالك النيجاتيف هتخش في ده بس مالكش دعوه بده بقى، يعني تبقى نيجاتيف 12 اكس باور 2 بلس 2، ممكن تلاقيه جابلك بالمنظر ده ساين. انا بقول لك ايه، عشان لو جابلك بس في امتحان بالمنظر ده بقى انت ايه صح برضه. خد بالك الى حد هنا خلصت، بس نفرض ان هو جاب لي في الاختيارات بالمنظر ده، يعني أنا بتعملها صح بس ناقص البراكت صح؟ لا انت ممكن تسيبها كده. انا إيه دخلت النيجاتيف جوه، عملتها تايمز ده وتايمز ده، انت معلش معايا؟ تمام. أيوة ممكن الاقيه جابالي كده، ممكن الاقيه جابالي ازاي؟ يقول لك طب ما هو نيجاتيف 12 اكس باور 2 دي المفروض تتعمل ساين تايمز الساين، شايف الساين بالانجل اللي بره دي، أيوة المفروض تتعمل تايمز دي وتايمز 2، فممكن تلاقيه كاتبها لك كده. انا بس عشان لو كتبها لي في منظر يبقى انا ايه عارف جميع المناظر، بس انا لو سبتها كده صح، هي غالبا هتلاقيه جايب لي اختيارات كده، بس اقصد جاب لي المنظر ده اهو، وممكن يدخل ال 2 يتعمل تايمز ده، يعني يقول لك بلس 2 ساين 4x باور 3 ماينس 2x بلس 6. ما هو ممكن يجيب لي المنظر ده في الامتحان، هو انا هيتهيألي اقول ايه؟ ده غير الحل بتاعي، لا ده هو ده هو ده. بس بشكل تاني. شكل تاني، انا لازم اكون عارف كل الاشكال. تمام؟ لكن انا اول واحده دي خلاص، يعني انا عملتها باول واحده دي خلاص، انا كده المفروض حلتها. يعني انا كنت حللها صح بس ناقصني البراكت. ايوه. اه انت صح، انت عاملهم صح على فكره، بس انا بحب احلهم تاني ليه؟ ادي لك معلومه زي دي زياده، معلومه زي دي، انت فاهم اقصد ايه؟ يعني كتجويد بس ايوه الحل بنكوريكت بتاعك. الموضوع. اه حاجه مثلا هنت معين عايز اديه لك، نوت معينه، لكن انت ما شاء الله عليهم صح على فكره. تمام؟ طيب خد بالك، لو جينا قلنا مثلا نمبر 2 كان بيقول لي واي ايكوال ساين روت اكس، دي سهله على طول. الدي واي اوفر دي اكس هتبقى ايه؟ الساين الديريفيتيف بتاعتها كوزاين. اه بس كوزاين وروت اكس عادي جدا، بس ارجع بقى، هي روت اكس الديريفيتيف بتاعتها ايه؟ 1 اوفر 1 over 2 root dx. خلص. تمام؟ طب افرض كان جايب لي تحت الروت ده حاجه لها ديريفيتيف، يعني قال لي مثلا تحت الروت هنا اكس باور 2 ماينس 5 اكس بلس اكس، هنا مثلا تحت الروت نفسه، يعني فور اكزامبل من عندنا بقى كده مثلا اهو، قال لي كده ممكن يعمل لي كده. ايه ده بقى؟ طب انا هعملها ازاي دي؟ عادي جدا. بالنيجاتيف لا 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 بنغير ال ولا نيجاتيف ولا حاجه، انا هعمل الدريفت بتاعتي عادي جدا كوزاين، والانجل تنزل زي ما هي. خد بالك بس من الكلام. اه طيب، والمفروض اكتب واحد على اتنين الروت، صح ولا لا؟ اه ايوه بس ارجع بقى يا بطل اعمل ايه؟ اعمل ديريفاتيف للي تحت الروت. هو اللي تحت الروت ده الديريفاتيف بتاعته ايه؟ مش 2x ماينس 5 اللي تحت الروت بس، 2x ماينس 5. في ناس يكتبها جنب المساله كده 2x ماينس 5، وفي ناس يقول لك ايه، طب ما بدل لو معايا لوحدها تراوه بره كده، طب ما انا اعملها تايمز ال1 ده اهو. يعني بمعنى صح، عود نفسك بقى، لو لقيت اللي تحت الروت فيه شغل اعمل له ديريفاتيف وحطيتها بدل ال1 ده فوق، يعني كانها اتعملت تايمز ال1 يعني. انت فاهم حاجه؟ ايوه شفت المساله طلعت عامله ازاي؟ هي عشان كانت مثلا هي عشان كانت اكس باور كذا اه في فيعني شغل اكس تحت باور 1 الروت، فاحنا بنكتب 1 بس اه في شغل تحت الروت، لكن هنكتب الاكس، الاكس الدريف بتاعتها اما 1 لو في شغل بكتبه فوق طبعا، بتكتبه فوق بدل بعمله ال1. ديريفيتيف واكتبه فوق. انت عارف ال1 تمام ده طلع منين اصلا؟ الدريف من بتاعت الاكس باور الاكس. 1. انت معايا ايوه يوسف ولا مش معايا؟ ايوه هو كان باور الاكس صح؟ ايوه تحت الروت. تمام. فعشان كده كانت الاكس عباره عن 1 اكس باور 1، ما انت لما تيجي تعمل الاكس ديريفيتيف فاحنا لوحدها بنكتب 1 بس
ايوه تمام. تمام طيب لما لو في شغل وكده بنعمله ديريفيتيف ونكتبه فوق اكنه بتطلعه هو فوق، الاكس، بتطلعه فوق الفراكشن ده تمام في النيموريتور. اكنه هو الاكس صح؟ اه تحطه في النيموريتور. تمام طيب يعني فوق يعني. طب تعالى اللي ايوه. بعديها نمبر 3 كان بيقول لي ايه؟ واي ايكوال اه ساين ايه بقى؟ 10 كيوبيك روت اكس باور 2 ماشي. وبعدين قال لي بلس هنا 5 اكس باور 2 ماينس 3. مبدئيا كده انا عندي 3 فانكشنز، ادي واحده بلس الثانيه بلس الثالثه، دي كده زيرو ايوه والثانية 10 اكس. دي 10 اكس. حلو خلصنا من دول، عايزين نخش على دي بقى يا بطل. طيب واحده واحده على نفسنا، 10 6 سكوير وبنزل ايوه اه ارجع الديريفيتيف بتاع العلم. انا ممكن على جنب كده اطلع انا بره خالص في الدرافت واظبطها، اقول لنفسي يا كيوبيك روت اكس باور 2 دي كانت عباره عن ايه؟ اكس باور 2 اوفر 3 كانت كده اصلا من غير ديريفيتيف. طب نعمل لها ديريفيتيف كده، هنا كأني في 1 بعمل ده. طيب خد بالك ده كده انا عدلتها، ما عملتش ديريفيتيف. 2 ايوه اوفر 3 تايمز 1 ب 2 اوفر 3، وانزل الاكس وانقص من ده 1، 2 اوفر 3 ماينس 1 هيديني نيجاتيف 1 على 3. اه طالما الباور نيجاتيف كده وفيها فراكشن انا اكتب 2 على 3 اهي. اه الباور دي طالما نيجاتيف وفراكشن في نفس الوقت يبقى دي هتبقى عباره عن روت بس تحت. فاهم حاجه يا يوسف؟ ايوه ما هي الباور نيجاتيف، باور نيجاتيف تدلني انها تنزل تحت مش تبقى بوزيتيف، يعني تنزل تحت تبقى ايوه بوزيتيف تبقى اكس هي باور بالنيجاتيف اكس. احنا هننزلها تحت ايوه بالتغيير الستيب اللي جايه السايكل. اهو، الاكس باور 1 اوفر 3 اعملها اكس واعمل ده كده، وال1 جوه وال3 بره، فال1 ما بيتكتبش. ايوه يعني من اخر الديريفيتيف بتاعت الانجل دي هي البتاعه دي. اقوم راح حاططها فين يا بطل؟ قبلها فهمت حاجة يا يوسف ولا مش فاهم؟ اه انا كان عندي مشكلة فيها، انا كنتش كاتب. بس أنت فهمتها كده صح كده ولا لأ؟ طيب الحمد لله. طب تعالى نشوف اللي بعديها هي نمبر 4. عرفت بقى إن أنا ليه كنا بناخد التعديلات والحاجات دي في بداية الحصة؟ لأن ايوه بيتم رشقالنا في وسط المسألة. طب إحنا إيه؟ لو أنا مش عارفها يبقى أنا كده غلطان، ما أنا لو ما عملتش ديريفيتيف الأنجل يبقى أنا كده مسألتي ناقصة جدا، يعني ممكن المصحح يديك فيها زيرو، او ممكن لو ايوه هو عنده رحمه بيك يدي ينقصك النص. تمام طيب تعالى نشوف اللي بعديها 4 واي ايكوال، ومن حقه ينقصك لان هي المفروض الدريفت كده تكمل دي واي اوفر دي اكس الكوتان بنيجاتيف كوسيك سكوير، النيجاتيف وابعد سيكا كده كوسيك سكوير الانجل بتاعتي زي ما هي باحترامك 3 اكس زي ما هي، هي 3 اكس تفضل 3 اكس بس ارجع اه هي دي الديرفد بتاعتها كام؟ 3 اهي يا عم، وممكن تقرب بقى النيجاتيف شويه يبقى نيجاتيف 3 كوسيك 3 اكس. طيب تعالى على نمبر 5. طبعا لو انت عاملها ترو اعمل جنبها صح كده، وادي لنفسك كل واحده 10 اوت اوف 10، يعني ادي نفسك جنب وانت عاملها صح 10 اوت اوف 10، اللي انت غلطان ادي لنفسك 9 اوت اوف 10 تمام. فغلطه كده مشيها بدرجه 9 اوت اوف 10 وجمع درجتك في تمام الاخر تمام. طيب تعالى هنا عندك ايه؟ يعني الامتحان ده يعتبر من 50 يعني، او المسائل دي تعتبر من 50. طيب بص بقى دي 6 سكوير دي جميله جدا، دي جميله جدا 6 اكس باور 2 بلس 5 اكس. كل الناس يقوم قايل لك ايه؟ المستر قال لنا لو احنا حاطين ان السك بسك تاني يقول لك ماشي يبقى سك. بص بقى الغلطات الشائعه بقى يقول لك سيك تان كده، والمستر قال لنا ارجع اعمل الديريفيتيف للانجل دي هتبقى 2 اكس ودي هتبقى 5 صح ولا لا؟ المساله يا مستر غلط. انا مش انا بكتب اسمه ده بعد السك، مش بكتب الانجل بعد كده، ايوه بعد انا التام قلت لك بكتب غلط عشان الانجل. كده، قلت لك غلط عشان ايه كده فاهم؟ ان دي انجل تنزل جنب سيك، مش حاجه اسمها سيك لوحدها كده، تنزل مع تكتب السك جنب السك تنزل مع التان. ودرجة اه انت عامل التاني. كله صح بس فين الانجل جنب التان؟ يعني المفروض اعمل ايه بقى يا باشا؟ اه اعمل كده دي واي اوفر دي اكس، ما استعجلش سك وانزل الانجل بتاعتها جنبها، سك تان وانزل الانجل جنبها
وبعدين بقى بعد كده بقى ارجع اعمل ديريفيتيف للانجل، دي تديني 2 اكس بلس 5 او حاططها هنا قبلها وفي براكت يا يوسف، اوعى تنسى البراكت. انت معلش معايا؟ ايوه تمام. لو انت عاملهم كلهم صح ادي لنفسك 50 اوت اوف 50 اكسلنت. تمام؟ انا في اتنين كان ناقصني تراكات كده يعني، في واحده كان ناقصني خلاص ادي لنفسك، التلاته اللي على الروت، انت الثانيه وضميرك كان ادي لنفسك 48 ماشي؟ هو كله 48. تمام ماشي خلاص يا عم، خلي الغلطه بهار يعني، ادي لنفسك ايه. طيب هدي لك انا بقى مسائل ايه من عندي برضه هوم ورك يا يوسف، عشان لسه بس على الكتاب ال ممكن تصورهم لي تبعتهم لي على اه الواتساب؟ ماشي. طيب انا بس، طب ممكن بس هصور من كتاب الاكسرسايز مش قدامي دلوقتي على ما اجيبه من المكتبه بس، يعني ماشي هجيبه براحتك براحتك اتفضل. هجيبه بس من المكتبه هنا في البيت يعني بس، ف ماشي فاجيبه هبعت لك انا ايه ان شاء الله هوم ورك على الواتساب. اوكي بس تمام. انت يوسف الكلام ده. طيب ان شاء الله لو ما... لو المعاصر هدي لك من المعاصر مسائل مش هكتر عليك برضه عشان المواد التانيه ما تقلقش، هو كلام سهل هو. طيب هو احنا لسه في البداية، فيعني عادي ممكن لا تديني انا ما واحدة. بحبش اكتر في الهوم ورك ليه؟ اولا عشان ما ياخدش وقت كبير جدا من الحصه، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بعمله كوريكشن تاني في الحصه. الحاجه الثانيه عشان ايوه انت تلاقي وقت، لان انت دلوقتي ثانويه عام انت عندك كذا ماده بتذاكرهم، انت مش بتذاكر ماث بس، فانا ما اديكش انا هوم ورك كتير تقعد تذاكر طول النهار ماث. طب بقيه المواد فين؟ ما هو برضه بقيه المواد مهمه. انت معلش معايا؟ ايوه تمام. ماشي يا استاذ. طيب عايز تسال في حاجه ولا تمام؟ لا تمام كده خلاص. طيب ماشي حبيبي، يلا سلام عليكم. مع السلامة.